أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحدوتة. النهاردة هنناقش الجزء الأول في القانون العشرين من كتاب قوانين السلطة 48 للكاتب روبرت جرين، وموضوع النهاردة موضوع مفيد جدا، فركزوا معايا شوية يا جماعة. الجزء الأول من القانون العشرين بيقول إيه؟ بيقول Don't commit to anyone but be courted by all، يعني ما تلتزمش بأي حد بس اربط الكل بيك. شوق ولا تدوق يعني، اكيد كلنا سمعنا الكلمتين دول قبل كده، والكلام اللي هنقوله النهارده هيعلم كل واحد فينا ازاي يبقى عامل زي المغناطيس، المغناطيس اللي بيشد الناس كلها عليه لحد ما يبقى شخص الناس كلها بتعزه لدرجه كبيره، فيبقى عنده شعبيه وهيبه يخلوا معرفته لوحدها شرف كبير لاي حد. لو عايز تعمل كده يبقى لازم تخلي الناس هم اللي يجروا وراك، لا ومش بس كده، تخليهم يتنافسوا عليك كمان. هقول لكم تعملوا كده في انهي مواقف في الحياه وبالتفاصيل كمان، بس قدام شويه ما تستعجلوش. المهم ان انت عشان توصل للمرحله دي لازم تفهم حاجتين ثلاثة كده عن طبع البني ادم وغريزته عشان تلعب عليهم. قبل ما نتعمق في الموضوع يا جماعه، خلوني اوضح ان الكلام ده موجه للولاد وللبنات، ويا ريت يا جماعه ما ننساش ان كل حاجه انا بقولها بنقلها عن لسان الكاتب، عشان في ناس بتزعل وبتفتكر ان جايب الكلام ده من عندي. يلا بينا. اولا، الانسان مش هيجري ورا حاجه الا اذا كان عنده امل انه ممكن يكسبها، حتى واذا كان الامل ده امل زائف، يعني مجرد تمويه. الحاجه اللي ما فيهاش امل ما بنعوزهاش، يعني البنت المرتبطه مثلا بالنسبه لك مش اوبشن ومش هتفكر انك تقرب منها، اصلك اكيد يعني مش هتجري ورا واحده مرتبطه الا اذا انت كان نفسك تضيع وقتك وتحرج نفسك وتتضرب كمان. غريزتك كانسان بتخليك تعوز البنت السنجل، السنجل اللي كل حد عايزها، مش البنت اللي في حد متكلم عليها حتى واذا كانت احلى واحده على الكوكب. وفي الشغل عمرك ما هتقدم السي في بتاعك في حته الا اذا كان عندك امل انهم ممكن يقابلوك. وعشان اقول لكم قد ايه الموضوع بسيط وما فيهوش فقاقه، عمرك ما هتروح محل تشتري حاجه الا اذا كان عندك امل انك تلاقي الحاجه اللي انت عايز تشتريها دي موجوده عندهم هناك. يبقى هنا الحاجه اللي انت المفروض تعملها هي انك تدي للناس انطباع ان انت معاك الحاجه اللي هم نفسهم فيها، خليهم يتلموا عليك، بس ما تديش حد اي حاجه على طول. معظم الناس هيخلعوا اول ما ياخدوا اللي هم عايزينه. خلي الناس تتلم عليك، بس خليك اصيع منهم وخليهم يفضلوا موجودين، وده طبعا عشان تستفيد بيهم قبل ما تديلهم اللي هم عايزينه، قبل مش بعد يا جماعة، ياريت تبقوا مركزين. تاني حاجة يا جماعة لازم تعرفوها هي ان الانسان بطبعه عنده رغبة مطلقة في الحاجة اللي كل حد نفسه فيها. الفراري مثلا كل حد نفسه فيها، وده بيخليك تلقائيا تعوزها انت كمان، ولما بتلاقي اصحابك مسافرين او خارجين خروجة حلوة بتعوز تروح معاهم. البني ادمين كده برضو على فكرة، يعني مثلا البنت السنجل الحلوه اللي معاك في الجامعه بتلاقي ان كل الشباب عايزين يرتبطوا بيها، وده لوحده بيحليها في عينيك مع انها ما تعرفش ان انت موجود في الوجود اساسا. طب انا بحاول اوصل لايه بقى من الكلام ده؟ اللي بحاول اوصل له هو ان الشخص اللي طالب منك حاجه انا عايزك تديله انطباع انه في 10 غيره مثلا طالبين منك نفس الطلب ده، خليهم يحسوا ان في ناس كتير قوي بتجيلك وانك قادر على انك تخدمهم كلهم، بس برضه ما تديش حد حاجه غير لما تاخد اللي انت عايزه الاول. تالت حاجة عايز اقولها لكم، طول ما الناس عندها اعتقاد ان انت شخص مرغوب فيه وطالما عندهم امل انهم ممكن يكسبوك هيعملوا لك المستحيل وهينافسوا بعضهم عليك كمان. فسيب الدنيا عايمة وما تربطش نفسك باي حد، لان الناس لو عرفت انت تابع مين الامل بالنسبة لهم هيموت، السباق هيبقى خلص، فما ترتبطش وما تلتزمش باي حد غير نفسك. خليك زي الجوكر في الكوتشينة كده، مفيش منك كتير ومختلف عن بقية الكروت، الكل عايز الجوكر علشان يكسب. اكيد انت دلوقتي وانت قاعد بتتفرج عليا كده ممكن يجي في دماغك حد انت شايف ان الناس كلها بتحبه، شخص مرغوب فيه وعنده علاقات طائلة ويعتبر حبيب الكل. الشخص ده الناس كلها بتبقى عايزة ان هو يقعد على الترابيزة بتاعتهم هم. الشخص ده هتلاقي انه ملوش شلة معينة بيقعد معاها، هتلاقي يوم هنا ويوم هناك، اي حته بيظهر فيها هتلاقيه بيسرق الاضواء، لان الكل بيبقى عايز ان الشخص ده اول ما يدخل كده يجي يقعد معاه هو. واكيد برضو كلنا نعرف البنت السنجل اللي بتجر وراها كده شباب كتير تربطهم كلهم بيها من غير هي ما تلتزم باي واحد فيهم، وبما ان كل واحد في الشباب دول بيبقى عايز ان هو اللي يوصل لقلبها بيبتدي ينافس التاني عليها، هيجيبوا لها في هدايا ويغرقوها بخدمات ويقفوا تحت امرها زي العسكري. ده بيخليها كده شخص افخم من الحياه، شخص بيرمز للجايزه اللي مش هيكسبها غير واحد بس في النهايه. المنافسه اللي من النوع ده بتدي قوه جباره للبنت، قوه بتستدعيها من انتباه الناس ليها ومن رغبتهم في ان هم اللي يكسبوها قبل اي حد تاني. فالبنت دي اول ما يجي كده على دماغها حاجه نفسها فيها وتطلب الطلب ده من اي واحد من الناس اللي واقفين لها في الطابور، اما بيصدقوا هيستموتوا عليها ويعملوا لها المستحيل لعلهم يشتروا رضاها. يعني ده بيخليها تاخد كل اللي هي عايزاه على حس ان كل اللي واقفين نفسهم ان هم اللي يبهروها. بس السحر ده يا جماعه بيفضل شغال لحد امتى؟ بيفضل شغال طول ما هي سايبه الدنيا عايمه، المنافسه اللي عليها بتفضل شرسه وبتزيد، وده بيخليها شخص مرغوب فيه اكتر واكتر. لكن اول ما هي تدي كلمه لواحد فيهم وتلتزم بيه الباقيين هيبعدوا، فالسحر ده بيتلاشى هو كمان.
يبقى فكرة شوق ولا تدوق هي انك تربط كذا حد بيك وتعشمهم كلهم، بس من غير ما تريح اي حد فيهم. طبعا مش كل البنات بيعملوا كده، بس في كتير قوي بيعملوا كده الله يسامحهم، وفي ولاد على فكرة بيعملوا الكلام ده عشان تبقوا عارفين يعني، الله يسامحهم برضو. الاغراء اعمى، لا هو مذكر ولا هو مؤنث. يعني الكلام ده ممكن تطبقه في حاجات كتير قوي غير حياتك العاطفية. الناس اللي بتطلب مني اعمل ملخصات لكتاب فن الاغراء، الكلام اللي هقوله دلوقتي ده هيعجبكم قوي. المهم خلوني احكي لكم حدوته بتثبت صحه النظريه دي. حدوته عن الملكه اليزابيث الاولى، او الملكه العذراء كما كان يسميها البعض. اهو الملكه دي بقى رغم التاج اللي كانت لابساه على راسها، الا انها في النهايه كانت واحده ست، وست شاطره قوي كمان. كانت ست مكاره عبقريه في انها تربط الناس بيها وتخليهم يتنافسوا عليها. طبعا ده فتح لها سكك كتير، بقت قادره تتامر على كل اللي واقفين لها في الطابور وتاخد اللي هي عايزاه من كل واحد فيهم. خلوني احكي لكم حاجه عجيبه عن الست دي. سنه 1558 إليزابيث كانت لسه قاعدة على العرش بتاعها في إنجلترا، وبما إنها ما كانتش متجوزة، كان الموضوع الترندنج في إنجلترا في الوقت ده مش بس إنها لازم تتجوز، ولكن كل واحد كان عمال يلت كده ويحط التاتش بتاعه ويقول رأيه في الست دي المفروض كانت تتجوز مين. كان عليها ضغط رهيب إنها تتجوز عشان يبقى فيه وريث من نسلها. أنتوا متخيلين يا جماعة إن البرلمان بنفسه عمل اجتماع وبعت لها أمر إنها لازم تتجوز؟ سمعان انت وهي اللي على طول بعرفنا بالبوستات على الفيسبوك اللي هو اهلي بيضغطوا عليا عشان اتجوز عشان ما نعنسش. امال لو مجلس الشعب بنفسه جابلك عريس هتعملي فينا ايه؟ كفايه شكوى بقى. المهم اليزابيث اتقدم لها عرسان من كل حته في الدنيا، كلهم كانوا ناس مهمين قوي وقتها. اي واحده كانت تتمنى تعيش خدامه تحت رجل لاي واحد فيهم. تقدم لها مثلا سير روبرت دادلي، سير والتر رالي، سيمون فورمان، ادمن سبنسر، كل دول كانوا انجليز من كبارات البلد. ده غير الملك الاسباني والامير السويدي وابن الحاكم النمساوي. اقول لكم على حاجه يا جماعه، كلهم طلبوا ايديها وكلهم اترفضوا، بس بالذوق. وحطوا مليون خط احمر تحت كلمه بالذوق دي. اليزابيث كانت صايعه معلمه، كانت عارفه انها ممكن تستفيد بنفوذ كل الاقوياء دول، خدمه من هنا، على دعم للجيش من هنا، على اتفاق اقتصادي من هناك كده يعني. فخلتهم كلهم يرتبطوا بيها، بس هي ما ادتش كلمه لاي واحد فيهم، لانها لو كانت اختارت واحد فيهم مش بس كانت هتخسر الباقيين، كانت هتخسر نفوذهم كمان. سنه 1570 بقى، ايوه هي قعدت 12 سنه بتجري ملوك الكوكب وراها. في السنه دي بالتحديد انجلترا كده كانت جالها فتره كانت عايزه تتحالف مع فرنسا، والتحالف ده من الاخر كده يا جماعه كان متطلب ان شاب فرنساوي في منصب مرموق مثلا يتجوز الهانم، زي ما بعض العائلات بيعملوا دلوقتي برضو، جواز مصلحه. كان في شابين بقى في فرنسا لهم مكانه مرموقه قوي. ليه؟ لانهم كانوا اخوات الملك بنفسه. اليزابيث جرت الاتنين وراها زي الهبل وعشمتهم فيها قوي. اول ما الامور استقرت بين انجلترا وفرنسا، اليزابيث قامت مدياهم الصابونه، نفس الصابونه اللي انا خدتها كتير، حسستهم ان في امل، بس الحقيقه هي انها كانت بتلعب بيهم هما الاتنين لحد ما خدت اللي هي عايزاه. هي دي الطريقه اللي اليزابيث كانت بتعيش بيها على طول. وعلى فكره في الاخر يعني اليزابيث ما اتجوزتش، ومن اقوالها العجيبه الكلمتين دول: انا احسن لي اعيش شحاته وسنجل عن اني اعيش ملكه متجوزه. سبحان الله، تحسوا اليزابيث دي من كتر ما كانت معلمه بنات كتير قوي اليومين دول مشي ورا مدرستها، موجودين في كل حته اليومين دول، مش كده ولا ايه؟ تعالوا بقى نشوف ازاي ممكن نطبق الكلام ده في حياتنا الشخصيه. المثال الاول: لما حد يطلب منك خدمه ما تقولوش انك انت هتعملها له، حتى واذا كنت عارف ان انت هتقدر تعملها، ولو انت عارف ان انت مش هتقدر تعملها ما ترفضش برضه. سيب الدنيا عايمه وقول الكلمه السحريه في جميع الاحوال، كلمه هشوف. ما تلزمش نفسك ان انت خلاص هتعمله اللي هو عايزه، ما تتفقش معاه يعني وما تديش كلمتك، قول له سيبني يومين ثلاثه كده وهرد عليك. كده انت ما لزمتش نفسك بحاجه، بس خلقت لنفسك مساحه تقدر تكسب منها انت كمان، سواء كنت عايز منه خدمه او حتى سيد انك تتعرف على اي حد من معارفه. ساعتها هو هيعمل لك كل اللي انت نفسك فيه، عشان هيبقى عنده امل ان انت كمان هتعمله اللي هو عايزه. فما تديش لحد اي حاجه غير لما تاخد اللي انت عايزه الاول. ليه؟ عشان اول ما الناس ياخدوا اللي هم عايزينه منك مش هتشوف خلقتهم تاني. اما بقى لو انت مش هتقدر تعمل الخدمه اللي هو عايزها، خليك ناصح وبرضه قول له هشوف، اديني يومين ثلاثه كده. ساعتها برضه بتخلق لنفسك مساحه انك تقرب منه وتطلب منه حاجه انت نفسك فيها، هو هيعملها لك لانه هيبقى عنده امل ان انت كمان هتعمله اللي هو عايزه، بس الحقيقه ان انت في الاخر هتعتذر له بمنتهى الشياكه. وعلى فكره يا جماعه، هرجع تاني واقول انا اكيد مش بشجع على الكلام ده، انا بس بقول لك ايه، تبقى مصحصح كده واخد بالك قوي من الناس اللي انت بتتعشم فيهم، جايز يكونوا بيلعبوا عليك وانت عشان طيب قوي ما بتبقاش واخد بالك. بعيدا عن روبرت جرين يا جماعه، انا كمحمد فارس يعني مؤمن تماما ان من عاش يقضي حوائج الناس قضى الله حوائجه. فكلمه مني انا بقى،
لو في ايدك تساعد حد ساعده وسيب الباقي على ربنا. المثال التاني، في حياتك الاجتماعيه ما تلزمش نفسك ان انت خلاص بقيت فرد من الشله اللي هناك دي. الدنيا مليانه بني ادمين، لو اتعرفت عليهم وكونت صداقات معاهم هيبقى ليك بدل الحليف 10 وهيبقى عندك علاقات طائله، والعلاقات دي اكيد في يوم من الايام هيبقى ليهم عازه وهتقدر تستغلهم. فخلي اصحابك القريبين 2 أو 3 أو 10 بس حتى، بس وسع الدائره الاجتماعيه بتاعتك شويه. عادي ممكن تعمل صحاب قاعد على قد ما انت عايز، مش هيضروك. تعمل كده ازاي؟ اقعد النهارده مع الشله اللي هنا دي، وبعدين روح اقعد بكره مع الشله اللي هنا دي، وبعد بكره روح اقعد مع الشله اللي هناك خالص، وبعد بعده اتعرف على ناس بقى ما يعرفوش ما لهمش علاقه بالدائره دي اطلاقا، وهكذا. اعمل روتيشن، لف كتير، اثبت وجودك في كل مكان. وفي الاماكن اللي بتقعد فيها اقعد على الترابيزه دي شويه وعلى الترابيزه دي شويه وعلى الترابيزه دي شويه. ما تخليش اي حد يحس انه بيملكك، انت مش تبع حد معين، انت تبع الناس كلها. بس زي ما قلنا قبل كده، يا بخت منظر وخفف. كل ما كانت علاقاتك اكتر كل ما هيبان ان انت شخص محبوب، اسمك هيسمع لدرجة ان كل شلة من دول هتلاقيهم بيتنافسوا عليك عشان تبقى انت فرد من الشلة بتاعتهم هم. عارف زمان لما كنا بنتنافس على انت صاحب مين اكتر، انا ولا محسن؟ هو بالظبط كده، بس الفرق ان هم اكيد مش هيقولوا الكلام ده بصوت عالي، بس كل واحد بينه وبين نفسه هيبذل مجهود جبار علشان يحاول يهيئ الظروف بحيث ان انت تقعد معاه هو. لما توصل للمرحلة دي هتبقى انت خلاص بقيت عامل زي النجم اللي لما بيدخل حته كل حد عايز يجري عليه عشان يتصور معاه، ويا بخت اللي هيقعد معاه الشخص ده على الترابيزه بتاعته. المثال التالت، لما تروح تعمل انترفيو في مكان يكون المكان ده هو اللي مقدم لك الاوفر، ما تقبلش على طول. روح اقعد معاهم واسمع منهم، يا ترى هيقبضوك كام؟ امتيازاتك هتبقى ايه؟ كده يعني. بس اول ما يطلعوا لك القلم ويقولوا لك امضي العقد، دوس فرامل. ستوب، قول لهم بعد اذنكم بس ايه، انا عايز يومين ثلاثه كده افكر. ده إذا يعني ما كانش فيها مشاكل بالنسبة لكم. بعد كده وصل لهم انطباع ان انت في كذا مكان عايزك تشتغل معاه برضو، ويا سلام بقى لو انت في النص كده عرفت تبقى صايع وترملهم اسم المنافس بتاعهم، بس من غير ما ياخدوا بالهم ان انت قصد تعمل كده. انت برضو عامة يعني لما تيجي تقدم في شغل ارمي السي في بتاعك في 500 مليون حتة، بحيث ان هم لما يحسوا ان هم شايفينك شخص هتعرف تضيف لهم يتنافسوا عليك. يبقى مثلا لو انا الشخص اللي مقدم لك الاوفر وكنت عايز اديك مثلا 5 جنيه في اليوم، وعرفت ان المنافس بتاعي عايز يديك 10 وانا فعلا عايزك انت، اقول لك يا عم هديك 15 وتيجي. طالما في منافسه عليك اللي عايزك بجد هيدفع لك اكتر. بس عشان ما حدش يسوح نفسه يا جماعه، فرق كبير قوي بين شركه هي اللي مقدمه لك الاوفر وبين شركه انت اللي مقدم لها السي في بتاعك، ماشي؟ فخلوا بالكم. قبل ما نختم الحلقه خلوني اقول لكم على حاجه، لما تلاقي نفسك بين نارين وسط نفسك، الغبي هو اللي يختار صف ينضم له طالما عنده الاوبشن انه يكسب الصفين ويعلي سعر نفسه. لما توصل نفسك هتلاقي ان النار اللي حواليك بتطلع لفوق، ده الاتجاه الوحيد على فكره اللي النار بتمشي فيه. فطول ما انت في النص ده مش بس هيخليك في امان، ده انت هتلاقي ان النار دي بتنور لك دنيتك من الاتجاهين. بس لو انت لقيت نفسك بين نارين واخترت صف فيهم هتتحرق، بمعنى انك هتبقى كارت محروق، يعني مش لازم حد في حاجه. فخلي بالك ان انت لو خليت اي حد يحس انه بيملكك لاي درجه تبقى انت خسرت قدرتك على انك تاثر عليه، وبدل ما يجري وراك هيجري منك ومش هتشوف وشه تاني. روح دور على العطشان ووري له ازازه المياه، هتلاقيه بيجري عليك عشان يشرب وهيعلي صوته ويقول للناس اللي حواليه كلها اللي معاه ازازه المياه اهو، اللي معاه ازازه المياه اهو، فالناس كلها هتتلم عليك. الناس بقى دي يا جماعه لو خدوا منك ازازه المياه انت ايه لازمتك بعد كده؟ مسيطر عليهم في ايه؟ عندك ايه هم نفسهم فيه؟ ولا اي حاجه. لو خدوا منك ازازه المياه تبقى انت مالكش عايزه. بس لو انت بقيت صايع وفتحت ازازه المياه دي واديت لهم بق صغير قوي، هيبقوا عاملين زي المدمنين، هيعملوا لك المستحيل علشان ياخدوا البق اللي بعده. خليك عامل زي الكاس اللي هيكسبه الفايز في نهاية البطولة. الكاس شرف وإضافة لأي حد، مفيش أي حد هو اللي شرف للكاس. فخليك عامل زي الكاس، خلي الناس تتنافس عليك، خلي الكل يبقى نفسه يكسبك، لا وكمان يتباهوا بيك. وبكده خلصت الحلقة النهاردة، شوفكم إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاي. توتة توتة، خلصت الحدوتة. محمد فارس، سلام عليكم. Thank you.